يسعدني أن أكون معكم معلقا على أحداث لقاء سيراميكا كليوباترا مع البنك الأهلي في إطار لقاءات الجولة العشرين من منافسات دوري رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم موسم 2022-2023. معين الشعباني المدير الفني التونسي لفريق سيراميكا كليوباترا بيدخل لقاء اليوم بتشكيل مكون من محمد بسام في حراسة المرمى، بيرتدي القميص رقم واحد، أمامه رباعي خط الدفاع أحمد رمضان بيكم 17، سيفتكا رقم 28، رجب نبيل رقم 5، ومحمد شكري بالقميص رقم 3. وسط الملعب مكون من الثنائي محمد عادل رقم 21، واللاعب الإيفواري وايو رقم 23. وسط الملعب مكون من الثلاثي محمد عنتر رقم 10، محمد إبراهيم رقم 20، وميدو جابر رقم 27، وفي المقدمة أحمد ياسر ريان يرتدي القميص رقم 9. في المقابل المدير الفني لفريق البنك الأهلي السيد بابا فاسيليو بيخوض هذا اللقاء بتشكيل مكون من أحمد صبحي رقم 1 في حراسة المرمى، في الدفاع مكون من الرباعي أسامة إبراهيم رقم 24، محمود الجزار رقم 6، سعيد السنبري رقم 4، وإسحاق يعقوب رقم 11. ثنائي الارتكاز لوسط الملعب رقم 8 محمود سيد، ورقم 5 محمد فتحي. في وسط الملعب الهجومي المكون من الثلاثي محمد هلال رقم 25، كريم بامبو رقم 10، ومحمود قعود رقم 7، وفي المقدمة بيتواجد باسم مرسي مرتديا القميص رقم 9. ولدينا حكما رابعا هو ابراهيم محمد، حكمي تقنية الفيديو محمد سلامة ومحمود عبد السميع. انطلقت احداث المباراة، البنك الاهلي لعب كل لقاءاته، لم تؤجل له مباريات، ركنية لصالح سيراميكا كليوباترا، كرة تمر وتصل عند احمد ياسر ريان من داخل منطقة الجزاء، الاستلام مع محاولة المرور والتصويب على المرمى لصالح سيراميكا كليوباترا من تدخل محمد عادل، عادت مرة أخرى إلى محمد هلال وأعاد الكرة فريق البنك الأهلي بعرضية برأسية، ولكن يتألق الحارس محمد بسام لقلب الدفاع جوار محمود الجزار، محمد عنتر مر عدى من واحد يفوت من الثاني، حركها في اتجاه كريم بامبو عند خط التماس، بامبو مع تقدم يعقوب، هلال هيصور تصويبة محمد هلال من خارج منطقة الجزاء، كل لاعب البنك الأهلي سقوط للاعب اللي كان اشترك في اللعبة اللي فاتت، يبدو انه هو باسم مرسي. يا سلام يا عنتر 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 عن مرمى الحارس احمد صبحي، دي الكرة اللي فيها محمد ابراهيم اشترك مع محمد هلال. شوف المرور الحلو، شوف المرور الجميل من محمد عنتر، ولكن في الاخير احمد ياسر ريان. خامس لقاء لاحمد صبحي هذا الموسم، اربع مباريات سجل في مرمى 6 اهداف، حافظ على نظافة الشباك في مباراة انبي، ولكن الشباك حتى الان لازالت نظيفة من التصويبة ومن تصدي للعرضة. في الدقيقة 25 احمد رمضان بكم استخلاص للكرة ومرور من محمد هلال، واراد ان يستطلع رؤية الهدف الاول بهذه التصويبة الجميلة مع كرة ردتها العرضة ومع متابعة، ولكن عادت الى حارس المرمى. يأتي محمود قعود بهدفين، احمد ياسر هدفين، ودي محاولة بتصويبة على المرمى غدا وايو، وايو استلمها تاني من داخل منطقة الجزاء، اصطدمت وتهيأت الى ميدو، ومنه العنتر يسبوها الى سيفتكا، واحد من زعماء الكرة السودانية مع الهلال، كرة الى كونستانت وايو تصل لمحمد عنتر والتصويبة، يتألق حارس المرمى احمد صبحي. يا سلام يا سلام، مش ممكن على تصويبة حلوة جميلة من محمد عنتر، استلم وسع لنفسه مرجح قدمه صوب، ولكن على يسار. سنشاهد كم دقيقة كوقت محتسب مدى ضائع راح يعلن عنها قعود بكعب القدم، جميلة يا بامبو.
بامبو. مش ممكن كريم بامبو اللي لعب للدراويش واللي يجي من الدراويش لابد أن يكون ساحرا في لمساته بكعب القدم. هيئ الكرة أمام اللاعب محمود قعود بهذا الشكل وبهذه الطريقة المبدعة الجميلة، وقعود جنبه أمامنا معين شعباني مديرا فنيا لسيراميكا كليوباترا في مواجهة بابا فاسيليو مديرا فنيا للبنك الأهلي وحكم اللقاء وليد عبد الرازق بيطلق صفارة بداية الشوط الثاني. محمد فتحي لاعب وسط الملعب من فريق البنك الأهلي والكرة بخطأ محمد شكري على التنفيذ تتلعب لبيكهام، ولكن الرأسية والتألق من أحمد صبحي حارس اللي لعب 4 مباريات صاحب 28 سنة. رجع كرة في الخلف محمد إبراهيم وسط الملعب رجل نبيل تمريرة قصيرة مقطوعة خدها كريم بامبو ينطلق يعدي كريم يقرب كريم خطيرة يتقدم كريم بامبو مع الدقيقة 51 ليسجل هدف لفريق البنك الأهلي ليسعد بابا فاسيليو ويسعد البدلاء وهدف الافتتاحية لهذه المباراة من كرة مرتدة ومن خطأ لرجب نبيل من وسط الملعب يقتنص الفرصة ويستغل الكرة أفضل وأحسن استغلال هو كريم بامبو بهذه الانطلاقة. شوف الإعادة كرة كانت ملعوبة لمحمد عادل من رجب نبيل خطفها كريم بامبو تقدم رغم أن كان معاه لاعب على يمينه هو محمد هلال ولاعب على يساره هو باسم مرسي ولكن فضل انه يخدع الحارس محمد بسام واللي كان ممكن يتصدى للكرة اللي عدت من تحت يد الحارس لتحتضن الشباك. هذه الكرة مع الدقيقة 51 وليتقدم البنك الأهلي عن طريق كريم بامبو هدف 1-0 لفريق البنك الأهلي. يعني الشوط الأول نعم انتهى بدون أهداف لكن كان شوط من المفترض أن نشاهد فيه أهداف لو وفق لاعب الفريقين في حسم النتيجة. بامبو يتقدم ينفرد بالمرمى لكنه كان متسلل 4-3 محمود سيد في نص الملعب مضغوط عليه خدم محمد عادل سقوط محمود وما فيش حاجة راحت إلى ميدو جابر ترجع الكرة تاني ل اللاعب شكري تقدم دخل لمنطقة الجزاء محمد إبراهيم عرضية مش ممكن اللي كانت قريبة من إنها تكون تعادل. رجع الكرة تاني إلى الجزار أخطأ الجزار خدها محمد إبراهيم يراوغ يهيئ الكرة إلى عمرو قلاوة وتصويبة لكن أحمد صبحي يتألق في مرمى بذل مجهود كرة توصل لأحمد ياسر ريان خدها ومشي ومعاه ميدو جابر ومعاه صلاح محسن ويدخل عمرو قلاوة داخل منطقة الجزاء مع تواجد 5 لاعبين أمام البنك الأهلي اللي مكون منه 7 لاعبين. يا سلام على واحد من الهدافين اللي ربما نشاهدهم في الأيام المقبلة وفي اللقاءات القادمة مع سيراميكا كليوباترا هو عمرو قلاوة. حلوة حلاوة في الشباك يدرك التعادل مع الدقيقة 77. شوف 4 لاعبين داخل منطقة الجزاء من سيراميكا كليوباترا مع تواجد 6 أو 7 لاعبين من البنك الأهلي. رغم ذلك هنا صلاح محسن أحسن في التصرف هذا اللاعب في الإرسال وهذا اللاعب الآخر في التحرك هو عمرو قلاوة براسية على يسار أحمد صبحي ليدرك التعادل ليصبح الآن التعادل 1-1. تعادل حدث من قبل ما بين الفريقين كان وقتها سجل محمود قعود للبنك الأهلي وكان أحرز التعادل لسيراميكا كليوباترا أحمد ياسر ريان والاثنين موجودين في الملعب. أحمد رمضان بيكم محاولة تقدم سيراميكا يدور على
الفوز السادس، خمس انتصارات، أربعة في الدور الأول، فوز في الدور الثاني. هوبا، هو البديل، هو البديل ينجح في التسجيل، هو ومفيش غيره. صلاح محسن يسجل مع الدقيقة، مع الدقيقة الستة من الوقت المحتسب، بدل من شوف التيكي تاكا اللي عملها فريق سيراميكا. كليوباترا، الكرة من أحمد ياسر ريان إلى زلاكا، إلى صلاح محسن اللي بكل سهولة يضع الكرة في شباك الحارس أحمد صبحي. يا له من انتصار غالي وثمين لسيراميكا كليوباترا. عرضية وكأنه بيقول لي صلاح محسن اتفضل، شبيك لبيك، كرتك قدام رجليك، حطها في الشبكة وانت مغمض عينيك، وحطها في الشباك. احلى حطة ليسجل اجمل واروع لقطة لسيراميكا كليوباترا في اللحظات الاخيرة من احداث الشوط الثاني واللقاء. هدف غالي لصلاح محسن، هدف راح يرفع رصيد الفريق الى النقطة رقم 24، وانتصار ثاني له على التوالي بعد ان فاز على المصري بثلاثية نظيفة. هو الان متقدم بهدف لهدف، هل من هدف ثالث؟ يا زلاكا، يا زلاكا من صناعة محمود زلاكا اللي هو الاخر دخل كبديل. كرة طلعت الى ركنية لكن لم تلعب ولم تنفذ لان الوقت نفذ والوقت البدل ضاع، انتهى ليسدل الستار تحت شعار سيراميكا في حالة بهجة وفرحة وانتصار.